عقدت المحكمة الخليفية جلسة جديدة لمحاكمة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم بتهمة أداء فريضة الخمس. الجلسة تحدث فيها شاهد إثبات من ضباط آل خليفة، كرر فيها الاتهامات الملفقة ضد الشيخ قاسم بجمع الأموال بطرق غير شرعية، كما أعاد الطعن في نزاهة الشيخ قاسم وادعى بأنه كان يقوم بغسيل أموال الخمس عبر شراء العقارات وإيداع الأموال في حسابه الخاص. على من أضر بأمن الوطن وعلى من خان الوطن أن تسحب جنسيته ولا تعادله وأن تلغى إلغاء تاما، هذا ما يريده شعب البحرين. ياك عيسى قاسم قال سحبوا الجنسية. بالعودة إلى الوراء، وقبل نحو 4 سنوات يمكن للمرء أن يكتشف أن الاتهامات الملفقة ضد الشيخ قاسم ليست وليدة الأشهر الماضية. في تلك الفترة سمح النظام للإعلامي سيء السمعة سعيد الحمد بأن يطعن في الشيخ قاسم وبأسلوب رخيص يشبه وسائل المرتزقة والمعذبين في سجون آل خليفة. وتكاد تكون شهادة الضابط الخليفي في جلسة محاكمة الشيخ قاسم تتشابه طبق الأصل مع تقارير المخابرات المفبركة التي كان يذيعها الحمد في برنامجه الهابط الذي اضطر الخليفيون لإغلاقه بعد أن اتهمه المحقق شريف بسيوني بالتحريض على الكراهية. لا سقف لتضحياتنا، لن تفترق صفوف المقاومة، لن نستجيب للعبة القذرة والصراع الطائفي البغيض. لا يبدو أن محاكمة الشيخ قاسم سوف تغير من الرجل الذي يشهد له منذ عقود بالنزاهة والعفة، فهو ليس في وارد التراجع أو الإقرار بالأمر الواقع، وهو أيضا ليس من الصنف الذي يمكن ابتزازه أو المراهنة على اهتزاز مواقفه التي يشهد عليها منبر جامع الإمام الصادق بالدراز. بل وجدتموه يعتدي على أرضي فتاة مؤمنة فاسحقوه. وهذا يعني أن على الخليفيين أن يبحثوا منذ الآن عن مخرج ينقذهم من معركتهم الخاسرة مع رمز الشعب الأول، وأن عليهم أن يوقنوا أن الحراك الشعبي والثوري الذي يحاصر الخليفيين في كل الأوقات والساعات لن يكون كما هو عليه الآن، في حال أصر آل خليفة على خيبتهم وارتكبوا الحماقة بحق آية الله قاسم. فعاقبة السوء لن تحيق إلا على هاتك الأعراض وهادم المساجد ومعذبي رموز الشعب وقادته.